في بوست عجبنا جدا بيتكلم عن شوية حاجات المفروض البنات ما تخليش حد يتدخل فيها، وان القرار الاول والاخير بيكون ليها هي وبس. زي مثلا اختيارك لمجال دراستك ومجال شغلك، مفروض ده قرارك انت مش قرار حد تاني. هنا بنلاقي بنات كتيرة جدا ممكن انها تدرس حاجة وتطلع بعد كده تلاقيها راحت لحتة تانية خالص، وتقول اصل دي كانت رغبة اهلي ان انا مثلا ادخل الكلية الفلانية وادرس الدراسة الفلانية، بس ده مش شغفي وده حاجة انا مش بحبها. ايه تاني؟ وطبعا بتضيع من عمرها كام سنة في الكلية وبعد كده ترجع تبتدي في الاخر الحاجة اللي هي بتحبها. أيوة بالزبط. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس هي الفكرة ان نقول محدش يتدخل فيها او ما تاخدش رأي حد فيها. مين الحد هنا اللي مقصود في البوست ده؟ خلي بالك انه كتير الام والاب بيبقوا شايفين امكانيات ابنهم او بنتهم من صغرهم وعارفين مهاراتهم وامكانياتهم الحقيقيه يمكن اكتر منهم في بعض الاحيان. بس في الجيل هنا عايزين نقول ايه حدود بس الحد اللي يدخل او ما يدخلش. الجيل الجديد عارف من هو قد كده، عارف ايه وكاره قوي ان هو يدرس حاجات مش هيتخصص فيها، وهو اللي بيدخل بنفسه ويسيرش ويبقى عارف الجامعه اللي هيروحها اذا كان هنا او بره مصر. طبعا. لا هم عندهم وعي كبير يعني انت شايفه ان بس الاهل مش المفروض عندهم من الوعي والعلم ان هم يقدروا يدوكي الادفايس الكويسه او النصيحه تكون مسنودة على حاجة، يعني مش عشان بنت عمتك ولا ابن خالتك ولا الكلام ده كله بالزبط. يكون في تقييم موضوعي، يعني انت يا حبيبتي تدخلي كلية كذا عشان انا شايفاكي بتحبي تعملي كذا، يبقى في مناقشة معاها. مش حاجة اسمها لا هتدخلي كذا زي ابوكي مثلا او هتدخلي كذا زي بنت عمتك. ده الكلام ده مفروض انه بيضيع عمر كتير وسنين. تقولي نصيحة وسيبيهم كمان يختاروا. بس عايز اقول لك حاجة، انا مثلا يعني انا هتكلم عن نفسي انا، اني مثلا كان بابايا مثلا شايف ان انا مجموعي عالي قوي فلازم تدخلي بيزنس، وانا ابعد ما يكون عن بيزنس، وكانت خناقه كبيره يعني طويله. فما بحسش ان الاهل حتى لو هو مثلا شيء يعني ممكن يبقى هو ده عشان رغبته ان انت تكملي مثلا في شغله او كده، عارفه. ايوه بالظبط كده، هو ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط يا مها. بس خلي بالك البيزنس عاده ما بيخسرش، يعني هي عامله زي الجوكر كده. بس انا ما دخلتش يعني بينفعنا في حياتنا بشكل عام. صحيح. طبعا يعني اكيد البيزنس نفعك في حياتك بشكل عام. لا ما درستش بيزنس اصلا. لا امال درستي ايه؟ انا درست اعلام وسياسه وماينر سينما. طب حلو ده برضو. وعملت حتى الماجستير. سابوني ايه يعني انقل من ثانوي لموسيقى عربيه ثانوي. اوكي ادرسي يا حبيبتي. درست الموسيقى اللي بحبها والغناء اللي بحبه والكلام ده كله. بعد كده في الاحتراف لا شكرا. بعد ما بدات مع عمار الشريعي. طب انت درستي كل ده؟ سنتين وبتبتدي تجيلي بقى حفلات وبتاع. لا اقعدي بقى. رحت سايبه الفرقه بعد سنتين بعد ما اتشهرت واتعرفت، لان هم مش عايزين فنانه. لكن في الاول يعني دلوقتي خلاص يعني اعتقد كل واحد بيجي يحكي يقول لك انا دخلت فنون مسرحيه من ورا اهلي. الرجاله طبعا دخلت الجامعه ومعاها الفنون المسرحيه، دخلت الجامعه معاها معهد سينما لان الاهل رافضين. بس يبتدوا بعد كده ما يلاقوه ينجح ومحترم والناس بتحبه خلاص. بس فكره برضو انه كونسبت او فكر الفكر العيله ايه؟ طب ليه عندنا الموضوع ده كده؟ ويجروكي تاني بعد ما دخلوكي في الحاجه اللي بتحبيها. طب عايز اسال سؤال، ليه الموضوع ده بالذات عندنا بتلاقي الاهالي بيعترضوا عليه؟ ما انا نفسي بقى ما حدش يعترض. يا اما تسنده من الاول، وبشوف يا ما شاء الله امهات وابهات بيروحوا الاوبرا وبيتعبوا وبيقفوا ورا اولادهم ويدربوهم الوقفه على المسرح من بدري وينجحوهم ويجروا ويجيبوا الحان. عنده موهبه. يا اما ترفض خالص. ما هم يعني لازم نبقى هم اول جمهور ليه، لازم هم يكونوا اول حد مؤمن بيه عشان ده بيديله ثقه في نفسه ويخليه يكمل. وبعدين هو طالما عنده موهبه دي نعمه ورزق ربنا ما بيدوش لاي حد. صحيح. لعيب كوره رجليه حلوه في لعب الكوره مثلا، وايمان اشتغلت وهي صغيره طبعا وهبه كان عندي 17 سنه. وبعدين هم اهلي امي الله يرحمها كانت بتحب قوي الاغنيه بتاعت صباح بتاع مرتي بكره تكبر تروح المدرسه وبعدين تكبر تبقى مهندسه. فهي الموضوع كبر في دماغها. الله يرحمها. هندسه برضه. فهي بقى ايه، هي سمعت الاغنيه عجبتها فانا لبست هندسه في الاخر. ف درست عماره بس كنت جنب الكليه بعمل في الاخر الحاجه اللي انا بحبها. صح. مع احترامنا طبعا للهندسه وكل الخريجين فيها، لكن طبعاً ممكن يبقى فنان في حاجه مبدع في حاجه. طبعاً. في الاف اللي بيتخرجوا من الكليات لكن الابداع ده يعني بيبقى قليل قوي. قليل. صحيح. لا وفي النص بقى ايه كبرت في دماغي انا اروح معهد السينما. اتقفشت من اول اسبوع بابا جابني كده. بس انا بقى تصوري بقى انا الاقيكي جدا في الموضوع ده. هتفتني صح؟ اوعي تعملي كده. لا ممكن اقول؟ قولي. والله يعني شاطره جدا. لا ما تقوليش يا مها. شاطره جدا 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 وممثله قويه جدا.
والله العظيم. حضرتي انت حضرتي من الاختبار بتاعه ولا ايه؟ انا شفت حاجات كده. بس ده شفت حاجات بنيها دلوقتي لسه اسرار. لا والله العظيم ما ببالغ ولا بقول بقى كلام عشان ايه احنا زمايل كده، بس انا شفت فيديو لإيمان عز الدين بتمثل وهي يعني وخضتني بصراحه. طب كويس، احنا في انتظار الفنانه القادمه ايمان اول راي، هي اول جمهور ليا. ما طبعا لها متذوقه جدا والله جداً. العظيم قويه جدا جدا كمان. صحيح. يلا من الحاجات بقى اختيارك لشريك حياتك بيقول ان دي اهم قرار في حياتك، لان انت مش هتعيشي يعني مع حد اهلك رافضينه او كده. لا طبعا برضو اوكي انت هتختاري، بس في يا جماعه السن يعني احنا بنكلم اللي بنكلمها دي سنها صغير قوي، مش عارف تختار شريك حياتها وما عندهاش من الخبره انها تفرز البني ادمين. فلازم هنا تسمع كلامهم زي ما ايمان بتقول، في مراحل وفي محطات في حياتنا. لكن لو انا كبرت كفايه ومستغنيه بقى واشتغلت وتعاملت واتخبطت كتير في الحياه، فممكن قوي ان انا اختار شريك حياتي لوحدي. لكن في مرحله فيها الولاد من عشرينات للثلاثينات بقى صعب جدا ان هم عشرينات للثلاثينات ممكن الاهل يكونوا شايفين حاجه هي مش شايفاها، وبالتالي تحذيرها واجب طبعا عليهم، واجب عليها تسمع. كل لانه كتير بنات بتقول لك ايه كنت فين، ترجع لهم بخناقه فيقولوا لها هو مش احنا قلنا لك لا من الاول جايه تعيطي ليه دلوقتي. كتير قوي بيحصل الكلام ده، ان هي قافله ودانها وقافله دماغها وهي القلب بس اللي شغال. صحيح، عشان السن صغير ما بيبقاش فيه خبره. بس بتيجي بعد كده بقى ايه يحصل مشاكل وتقول يا ريت سمعت كلام اهلي، وساعات طبعا بتنجح العلاقه يعني. بس صح، نقطه صح. ثلاثة بقى يا مها. ثلاثة اني قرار الشغل. طبعا الشغل يعني يقول لك انت الوحيده اللي تقدري تحددي، انت الوحيده اللي تقدري تحطي حدود للتعاملات مع الناس اللي في حياتك، وان الناس تعاملك ازاي. طبعا ده برضو انا بعتبره برضو في بناء الشخصيه من الاول بقى خالص. يعني لازم انت تبقي عندك من الوعي ان انت تعرفي بناء النفس ده. وده بشوفه في الجيل الجديد بصراحه بشكل كبير جدا جدا يعني. صح، ودي نقطه برضو مهمه. ملامح شخصيه الجيل الجديد يا مها واضحه. يمكن احنا لما كنا صغيرين كنا ساعات ممكن نتحرج، ممكن نتكسف مثلا، لكن الشخصيات الجديده ملامحها فيها بارزه اكتر، فيها وضوح اكتر، فيها صراحه اكتر، وبيعجبوني يمكن لان ده بيستهويني انا شخصيا. يمكن احيانا بيتفهم غلط، بس يعني فكرة ان انا عايشة طول الوقت خايفة لحسن الناس تفهمني غلط، خايفة لحسن مش عارفة كذا، خايفة لحسن يقولوا عليا مش عارفة كذا. لا وده اللي بيعمل صدام بيننا وبين غلط. جيل ولادنا يعني يقول لك يا مامي انت مش لازم تبرري وتشرحي، على فكرة مش فاهمة، انا مش متهمة لراجل اصلا انا مش عارفة ايه واتأخرت فين. قولي له هات كذا وخلاص. يعني هم ستريت فورورد قوي وما بيبصوش لكده، بيبصوا هما صح ولا غلط بس، ما بيهتموش بحكم المجتمع عليهم. هي دي ميزة عيب شويه، بس هم اللي هي قناعتهم بان انا ما اتخلقتش عشان ابهر حد، وانت طول الوقت مش هتعجب الناس ولا ارضاء الناس غيرك. مستحيل. صحيح. ادركنا ده بس متاخر بقى. بس ده بصراحه كويس ان هي تبقى هي او هو يبقوا واثقين في نفسهم جدا، وان هي تبقى زي ما منى قالت كده ايه ستريت فورورد، او ان هي ايه عمليين جدا، ما يقعدوش بقى يشرحوا اصلا انا عملت كذا عشان كذا، وتقعدي تبرري انت وتقعدي في حلقه بتلفي حوالين بالظبط. الا الشبهات يعني قلنا قبل كده، زي اللي بتشتغل متاخر وبتيجي متاخر، فالواقف تحت ده مش عارف لحد ما يعرف الست دي فوق الشبهات. محدش فوق الشبهات يعني، زوجات النبي يعني سيده عائشه يعني حادث الافك عارفينه كويس قوي انها اتهمت يعني عشان اتاخرت عن الركب. ففكره ان انا برضو لما يبقى ادرى الشبهات عن نفسي في اماكن متاخره، اماكن ما تدخلش اماكن فيها شبهات عشان ما ينفعش، دي من حق المجتمع عليا ومن حق اولادي ومن حق اهلي ان انا احافظ على سمعتهم وثقتهم فيا. دي حاجات بتبينيها، بس مع الوقت يقول لك لا الست دي خلاص احنا عارفين يعني عارفينك في الحته، انت بتتاخري، ممرضه، دكتوره، بتشتغلي في الطيران، بتشتغلي في حاجه بتتاخري، خلاص عرفوا طبيعه. صحيح. لا وظايف كتيره جدا كمان غير كده بتحتاج ان انت تتاخري فيها ساعات. فبتهيألي الموضوع ده بقى فيه وعي ساعات نسجل او طبعًا. في الدراما والتمثيل وكده متاخر طبعا.